وللوقوف على أوضاع النازحين في مخيم بزيبس بعمرية الفلوجة، والحملة الأخيرة للمساعدة الإنسانية التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية هناك. ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية دكتور عبد القادر محمد. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ما تفاصيل الحملة التي قمتم بها في مخيم بزيبس، وما هي خصوصية هذا المخيم؟ نعم، في الحقيقة هذه الحملة الأخيرة المنظمة في هذه المنطقة، في منطقة بزيبس في عملية الفلوجة، ضمت هذه الحملة واشتملت على توزيع 540 سلة غذائية تم توزيعها على العائلات الموجودة في هذا المخيم. هذا المخيم يضم في الحقيقة أكثر من 1000 عائلة موجودة، أكثرهم هم من منطقة ناحية جرف الصخر الذين هجروا منذ عام 2014. هذه الحملة أو هذه العائلات تعاني في الحقيقة من إهمال وزارة الهجرة والمهجرين، كما استمعنا إلى شهادة هذه العائلات. إذا انقطعت الحصة التمويلية غير المنتظمة أصلا، هذه الحصة التي كانت تقدمها وزارة الهجرة لم تصل بشكل منتظم إلى هذه العائلات، فأعرب الكثير منهم عن استيائهم من هذا الإهمال وعدم الدعم الحكومي لهم في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. كما قلت، هذا المخيم يضم أكثر من 1000 عائلة موجودة متوزعة في قطاعات عديدة ومتفرقة في مناطق متفرقة، كلها في ضمن منطقة ما تعرف في منطقة بزيبس. هذه العائلات هي من جرف الصخار ومنطقة العويسات التي هجرت منها كما قلت منذ أكثر من 7 سنوات. بالمقابل، هذه هناك أيضا تقصير أو ضعف في الإقبال المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى هذه المنطقة، لأنها يعني غير داخلة ضمن مخيم واحد يعني تشرف عليه وزارة الهجرة والمهجرين. في الحقيقة هم يعني معاناتهم يعني مستمرة منذ طيلة هذه السنوات الطويلة، وفي يقطنون هذه الخيام، وفي تمر عليهم السنوات لا يأبى بهم أحد، قليل من يصل إليهم، ولكن منظمتنا يعني بالحمد لله تصل إليهم بشكل يعني شهري ومستمر، وقد شهدوا وعبروا في هذا السياق. دكتور، بالحديث عن هذه المعاناة، إلى أي مدى باتت هذه الحملات كالتي قمتم بها اليوم شريان حياة للنازحين، لا سيما العائلات المهجرة من جرف الصخر منعت من العودة إلى مناطقها؟ بالضبط، هو هذه الحقيقة تمثل هذه الحملات التي تقدمها المنظمة، ومن يستطيع الوصول إليه من المحسنين النذر اليسير ربما والحد الأدنى مما يمكن تقديمه لهؤلاء الذين يعني فقدوا كثير منهم المعيل أو فرص عمل لا تتوفر لديهم لتأمين حياتهم وتأمين قوتهم اليومي. فلذلك هم يعني في الحقيقة بحاجة كبيرة إلى الدعم والتفات المنظمات الإغاثية التي هجرت يعني نشاطهم أو الدعم في هذه المخيمات. هم بحاجة يعني هم يعني يطالبون ويناشدون المحسنين والمنظمات الخيرية والإغاثية التواصل معهم وتأمين ما يستطيعون من مواد غذائية ومن ما يحتاجونه في حياتهم، لأنهم يعيشون في هذه الخيام في الصحراء. فبالتأكيد يعني معاناتهم كبيرة ومحاجتهم يعني تزداد يوما بعد يوم. هل من مشاريع مستقبلية خططت لها منظمة أم القرى مستقبلا في هذه المنطقة وباقي المناطق؟ بالتأكيد للمنظمة برنامجها الشهري ومتواصل في مخيمات النزوح وفي المناطق الأخرى التي
توجد فيها العائلات المحتاجة والفقراء والمحتاجين، يعني بحسب التقارير التي ترفع إليها من التقارير الميدانية في مختلف المناطق يعني الشمالية وفي الوسط حيث يوجد النازحون. ولدينا برامج إن شاء الله، يعني سواء توفير سلات غذائية أو دعم منحة مالية وغير ذلك بما يتيسر وفق إمكانات المنظمة إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. شكرا جزيلا لكم المنسق العام لمنظمة يوم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور عبد القادر محمد، حدثتنا عبر الهاتف من الأنبار.